لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً للسالكين وحسرةً على الكافرين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما عرف بربه ودعا إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن من كمال ولاية الله عز وجل لأوليائه وعباده أن أكثر لهم من بيان طرق عدوه حتى يحذرهم شرائكه، حتى ينتبهوا ولا يؤخذ بأرجلهم بعيدا عن الصراط المستقيم. بين لهم أجناسا من العداوات وأبوابا ومداخل يزينون بها باطلهم حتى لا يقع مسلم فيها، وحتى لا يتحجج متحجج أن هذا أمرا لا نعلم عنه شيئا. وهذا التحذير جاء بأعظم صيغ البعد، في أنه قد أمر بعدما حذر الطرائق، أمر بالابتعاد والاجتناب، فذكر من جملة ذلك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد كان يكفي بيان عداوته
إما على سبيل الإشارة في القصص الذي ذكر، أو يكفي عداوته أنه قد ذكر في صيغة التحذير إن الشيطان لكم عدو، فهذه وحدها تكفي في أنه يجب على العباد ألا يطيعوا الشيطان ويعصون ربهم سبحانه وتعالى في أي شيء قل أو كثر، عظم أو حقر. ولكنه بالغ في ذلك فقال فاتخذوه عدوا، ولما ذكر عداوة الكافرين كل الكافرين فقال سبحانه وتعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتتضح معالم طرقهم وأعمالهم وخبائث عقائدهم حتى لا تقع في شيء منها. هذه العداوة باقية ما بقي الناس في دنياهم. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وجل هذه نزلت في اليهود، فإنهم قد اشتروا الضلالة بالهدى وباعوا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم مع يقينهم بأنه آخر رسل الله وأنه نبيه، إلا أنه قد حملهم البغي والحسد والكراهية على أن يؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذا الحسد الذي يشتعل فيهم حقدا لا يندفع عنهم إلا أن تكونوا مثلهم في الغواية والضلالة. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه نصوص لا مرية فيها ولا خفاء. قال الله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فقد أفصح عما في باطنهم وقد أظهر عقائدهم وقد أمر المؤمنين ألا يكونوا متشبهين بشيء مما هم عليه وما اختصوا به. لذلك وجب البراء من هذا السبيل أبدا ما حييت. قال الله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه أمور جرى عليها الرعيل الأول
في أخذ الحذر من عدوهم، فإن عدوهم قال الله لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يقل جهده في فساد المسلمين، لا يألونكم خبالا يودون لنا العنت ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كل هذا ليس قصصا يروى، إنما هذا على سبيل الاعتقاد وأخذ الحذر، فإن نمتم أنتم فإن عدوكم لن ينام، وإن سلمتم أنتم فإن عدوكم لن يسلم، وإن رضيتم لهم الخير فإنهم لن يرضوا لكم أبدا هذا الخير حتى تكفروا بالله وحده. هذه أمور قد انتهى الجدال فيها في القرآن، صار واضحا جليا. وإن أعظم الفتنة التي تقع في المسلمين هي عدم البراء من الكافرين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد هذا المعتقد أن يصير الولي عدوا والعدو وليا، هذا يترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. يكفي أن يقوم أناس فيسوغون كفرهم بل وينشرونه على أنه دين الحق. أما سمعت عما سطروه مما يسمى بالدين الإبراهيمي؟ أما سمعت عنه؟ فهم يريدون أن يسووا بين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء والمسيح هو الله. يريدون أن يسووا ذلك تحت عباءة كبيرة باطلة، وهم يقولون أن كل هذا أتى به إبراهيم، والقرآن فيه واضح جلي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. هذه العباءة رفعت قبل هذه المحنة التي نحن فيها اليوم، وقد أوشك أن يكون لها رواجا، بل قد قربت على أن تطبق بعد على بعض دور المسلمين، حتى سطر بعضهم في مناهجهم على اليهودي القاتل المجرم الكافر ابن العم، حتى ينشأ النشأ على أنهم لا فرق بيننا وبينهم. ثم ماذا؟ هل صار اليهود على مثل هذا الاعتقاد ينشئون أولادهم على هذا الاعتقاد؟ لا، اليهود ينشئون أولادهم على عداوة المسلمين، وأنت تنشئ أولادك على هذه الغيبوبة حتى تسلمهم إلى عدوهم إما كفارا وإما مذبوحين. هذا الذي نحياه، وهذه الدور التي نحياها ونعيش فيها اليوم هي محل اعتقاد اليهود، ولن يهدعوا حتى يرجعوا إليها كاملة، وهذا ليس شيئا خفيا. فوجب الحذر من أي شيء يحذر المسلمون، من أول هذا الحذر أن يسير في ضربهم وما حكم به عليهم من الغضب واللعن، وأنهم ساروا في طريق استوجب عليهم كل اللعنات من الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن يكون مسلم قائما على مثل ما هم عليه. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، في أي شيء؟ في كل شيء.
كل ما اختصوا به لا يجوز لمسلم أن يسير على دربهم فيه. هذا أعظم طرق الحذر مما هم عليه، هذا أعظم طرق الحذر. فإن الله عز وجل قد كشف ما في قلوبهم وما في أعمالهم وما في عقائدهم مما استوجبوا به السخط من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع مسلم فيما وقعوا فيه، بل إن الأمر جاوز ذلك. يوم أن كان اليهود عليهم لعائن الله تترى، يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتهكمون عليه ويستهزئون به، وهم يقولون راعنا، وهم يقصدون به يا أرعن، كأنهم يقولون راعنا سمعك، أعطنا أذنك، اسمع لنا. فلما كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم ودعوتهم، فكان يلتفت إليهم ويخاطبهم ويزيل ما حل بهم من الشبهات، رجاء أن يسلموا، رجاء أن يسلموا. فظن بعض الصحب رضوان الله عليهم أن هذا الذي قالوه شيء يأخذ بلب النبي صلى الله عليه وسلم فيجذب انتباهه، فنقول راعنا كما تقول اليهود. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أنهم قطعا لم يرد على ألسنتهم ولا على فؤادهم محل الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد محل الطعن أبدا، لكن مجرد موافقتهم في هذه اللفظة لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فكيف بمن يقوم على أمراض قلبهم من بغض الشعائر ومن بغض محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وما يقوم عليه من الحسد والبغي، وما يقوم عليه من علم لا ينفع، وما يقوم عليه من الإفساد في الأرض، وما يقوم عليه من الغدر، وما يقوم عليه في عقيدة فاسدة في ربه والملك والرسل والكتب واليوم الآخر، كيف يتشبه بهم في أشياء لعنوا بها؟ فأول هذه أن يصير المسلم متدينا بدينه، مفارقا أصحاب الجحيم. أما أن يدعي أنه لا يحبهم وهو يقوم على سننهم وعلى أعمالهم، وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا جليا واضحا في التحذير من هذا الصنيع، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الرواية الأخرى قال: حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ ستقومون على مثل ما هم عليه، وهذا محل ذم ووعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ضرب المثل في الضب لأنه الحيوان الوحيد الذي لا يقبل له شريكا في جحره، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فإنهم وإن تشبهتم بهم فإنهم لن يرضوا عنكم أبدا ولن يقبلوكم إلا أن تكفروا بالله وحده. فأنا للمسلم أن يلتفت إلى آخرته وأن يمتاز بدينه وشرعته، لا أن يقوم على سنن الهالكين، ولا أن يقتفي سنن الملعونين. بعد البيان الواضح الشافي الذي ورد في شرعته، فإنه من العار أن يسمع الإنسان محل اللعن من الله سبحانه وتعالى على هذه الصفات ولا يضطرب لها قلبه،
خشية أن يقع فيما هم وقعوا فيه. قوم وصفوا أنفسهم بوصف هائل وقالوا قلوبنا غلف. نسأل الله السلامة والعافية. لا يصل إلي شيء مما تقول، غلف في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. لا يستطيعون أن يستجيبوا، لأن القلب لا يقبل هذا الهدى، لا يتصدر له، لا يسعى إلى تطبيق الهدى الذي في كتاب ربه. وهذا قد يقع فيه كثير ممن يزعم الإيمان، فلا يزال قلبه على هذا الحال حتى يختم عليه بعدما علاه الران، ولا يزال يتهاون في أمر الله ونهيه حتى يطبع على قلبه. أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه؟ وهذا في عمل واحد طبع على قلبه، وكأنه قد عصرت عليه الهداية. نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود عداوتهم واضحة، وهم أكثر هذه الملل الكافرة ذكرا في القرآن في العداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود فقدمهم على الذين أشركوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قتاله في جزيرة العرب الأكثر منها مع الوثنيين، مع المشركين من جزيرة العرب. لماذا قدم اليهود عليهم؟ لأن اليهود قوم عداوتهم قديمة، آذوا موسى، كفروا بعيسى، وقالوا أنه ابن زنا، واتهموا داود بأنه زان، واتهموا لوط بأنه زنى بابنتيه وشرب الخمر، وقتلوا يحيى وزكريا، ولو استطاعوا أن يقتلوا عيسى لقتلوه، لكن الله رفعه إليه. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا شيء يسري فيكم هكذا؟ فهذه عداوتهم قديمة، ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالمسلمين، بل كانوا يقتلون في الأنبياء، فهذه ستسري فيكم أيضا. والذي يحدثوه الآن الساعة التي نحن فيها يقصفون الآن، وهذا لن ينتهي إلا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. سيظل هذا القتال معهم حتى يكون آخر قتالهم مع الدجال. فإن شئتم فقدروا أنفسكم وناموا كيفما تشاءون، لكنكم لن تصبحوا إلا على قتلهم. إن شئتم أن تغفلوا أولادكم وتنشئوهم على البعد عن هذه الاعتقادات افعلوا ما شئتم، لكن عدوكم لن ينام. هذا أمر قد فرغ منه، تحسس مناهجهم وانظر ما الذي يفعلون يمنة ويسرة. قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. عبر بالمضارع، ويسعون في الأرض فسادا، لم يقل سعوا في الأرض فسادا، لا، سيظلون على هذا الحال ليل نهار، يوقدون حربا ويحرقون دورا ويسفكون دما، فهم أهل الغدر دوما. قال الله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم الذين عاهدت منهم
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما الذي باقي بعد بيان القرآن؟ ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. هذه في القرآن ليس فيها مرية، وهم يوقنون فيها أكثر منا نحن. فأنا المسلمين أن يرجعوا إلى عقيدتهم ويعلمون من هم أعداؤهم على الحقيقة، بل بات عدوهم يتاخم دورهم، بل بات عدوهم في قلب دورهم يسفك دماءهم. فلا يليق بهم أبدا وهم يذبحون أن يرقصوا ويغنوا ويحدثوا مواسم يمنة ويسرى. فإن ذهب الإيمان فأين نخوة العرب؟ فإن هذه الدماء والأعراض لن تؤلف أبدا، ولن تصير حدثا متكررا نألفه ونتابعه ليل نهار، ما دام في قلوبنا إيمان ينبض. فإن هذا جرحنا الذي ينزف اليوم سيطيبه الله باستعمال عباده. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنا المسلمين أن يستفيقوا، وإن الحال لن يدوم على ما هو عليه، وإن الله يغرس لدينه غرسا يستعملهم بطاعته. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن من أعظم ما رسخه صلى الله عليه وسلم في أصحابه هو التمايز عن الكافرين حتى لا يصيروا مثلهم في أي شيء يختصون به. فنهاهم عن التشبه بهم في شيء من عقائدهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أن قالوا له اجعل لنا ذات أنواط، شجرة يعلقون فيها سلاحهم كشجرة يعلق فيها المشركون سلاحهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. أتقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ مع أنهم لم يقولوا اجعل لنا إلها، ولم يخطر ببالهم هذا الاعتقاد، لكنه هنا ينهاهم أن تتأثروا بالمشركين أن لهم شجرة يعلقون فيها سلاحهم فتريدون أنتم أن تكونوا مثلهم. هذا يحذرهم بما هو أعظم من ذلك، فقال في شدة النكير أتقولون كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ولم يقعوا في الكفر، ولم يقصدوا الألوهية لغير الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرمة كان يخالف اليهود ويخالف أهل الكتاب ويخالف كل المشركين، حتى في العبادات. نعم، حتى في العبادات قال صلى الله عليه وسلم، وهو يميز بين صيام المؤمنين
وصيام من سبقنا من الأمم التي هلكت. وكانوا يصومون لله سبحانه وتعالى صياما مشروعا، لكنه لابد أن نتمايز عنهم وأن نختلف عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بينكم وبين صيام أهل الكتاب طعمة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يريد أن يبين أنه لابد أن نختلف عنهم فيما اختصوا به. حتى قالت اليهود كما في الصحيحين، قالوا: ما بال هذا الرجل لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ليس شيء نختص به ونعمله إلا يأمر أصحابه ويعمل بضده. وهذا بيان واضح لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في مسند أحمد مر على جماعة من الصحابة من الأنصار بيض لحاهم، بيض لحاهم، فقال: حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، لأنهم لا يتدينون بمخالفة الشيب. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم أن قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، يعني يلبسون الخف ولا يلبسون النعال، هذا من خصائصهم. قال: تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتذرون، يلبسون البناطيل السراويل ولا يلبسون الأزر التي يلبسها المحرم في وسطه الأسفل. فقال: تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، يعني لحاهم، يقصون لا يحلقون لأنها من سنن الفطرة. قال: يقصون عثانينهم ويعفون سبالهم، يعني الشوارب. قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، يعني يتدينون إذا أرادوا أن يصلوا أن يخلعوا ما في أقدامهم، نحن نصلي بها إلا في المساجد حتى لا نطأ بأقدامنا بنعالنا داخل المسجد في فرشه. ما الذي يستفاد من هذا الذي كانوا عليه؟ أن المخالفة لهم ستكون في الظاهر والباطن، ليست في مجرد الثياب وفقط، لا، بل لابد أن نخالفهم فيما ذموا به، بل وفيما اختصوا به، حتى من العادات، حتى من العادات، فإنهم ينتعلون عادة، لكن لما صار يتمايزون به وجب علينا أن نخالفهم. هذا الأصل عباد الله هو الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رضي الله عنهم. ووجب على المسلمين أن يقوموا على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعلموا علم اليقين أن الذي يدبر له أعداء الدين خاصة اليهود لن تنطفئ جذوته إلا بقتال الدجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.